الحر ده؟ انتي على طول متضايقه، عمرك ما بتبقي مبسوطه. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين نسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم. بالنسبه لحضراتكم ولا الصغيرين؟ لا الصغيرين. لا لا انا لا. اوكي هي لا. جربوا قبل كده؟ ابني جرب في مرسى علم اظن من سنتين صح؟ لا سنة. ثلاثه. طيب احنا نملى الفورمز دي ونشوف. تحب تبتدوا امتى؟ صلاح رايك ايه؟ من بكره الصبح على طول. اوكي. انتوا محتاجين تشونيز الصيف ده؟ في الحقيقه الموضوع ده مش معايا، مع اخويا الكبير سيف، هو زمانه جاي يعني، عقبال ما نملى الفورمز هتلاقوه جاي. وانا مش قلت مليون مره؟ اه هو ده. سيف، المدام بتسال على ترينيز وعايزين يحجزوا كورس البيجنرز، ده هطلع 10 سنوات. تعالى بقى. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاكي قبل كده من يومين في الحفله صح؟ انتي اهاله. انتي جايه هنا ليه؟ جايه تختصي؟ لا اهاله مراتي. طيب المهم احنا جايين، كنا بنسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم، وبعدين عرفنا ان انتوا كمان عايزين ترينيز. مش بالظبط، احنا محتاجين حد يشتغل، الشغل الصيف ده تقيل قوي. انا ممكن اساعد. في طلوع على المركب صح؟ داخل سخن انت. في طلوع على المركب بس مش في الاول، يعني محتاج تتمرن شويه الاول عشان ما تغلوش على الناس اللي في المركب. بتعرف تعوم؟ اه بعرف. لا مش قوي. طيب احنا ممكن نجربك يومين. تمام؟ طيب هنفكر وبعدين نرجع لكم. عمر هتفكر في ايه؟ المكان عارفينه وشكله كويس، وبعدين اول مره احس ان صلاح متحمس لحاجه. طيب ماشي نجرب يومين بس. حلو قوي. شوف بقى بطل البدل اللي هناك دي، عاوزك تاخدها بره الحصر. يلا همك. وانت بقى اسمك ايه؟ روتي. هنا. هنا ايه الحلاوه دي؟ سيف انا لازم امشي. ليه مش فاضلك ساعه شفت؟ لا ما رحاب عايزه تروح بدري فلازم اروح. طمنينا لما توصلي. فرصة سعيدة. مش مرتاح يا مها ان احنا سيبنا صلاح، العيال دي شكلها مش تمام. بص لو على اول واحد اوكي موافقك، بس سيف شكله ديسنت، بعدين حسيت ان صلاح ارتاح له. مش عارف. ما تقلقش كله هيبقى كويس. انت بقى اللي هتجيب صلاح، لاني معزومة عند طنطاولة مع ماما. لا معزومة ايه؟ انا لازم انزل اتمشى في البلد. اشمعنى المرة دي؟ مش فاهم. بعمل ريسيرش عشان الرواية، مش قلت لك الرواية عن الغردقة؟ أنا ممكن أنزل أجيبه على فكرة. أحلى بنت في البحر الأحمر كله. أكشلي في مصر كلها. إيه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. بعتي لي مسج قولي لي إنكم وصلتوا. أوكي والتاكسي. ثانك يو. أوبا أوبا أوبا. باي باي. باي باي. لما شفتها تاني في السنتر كنت ابتديت افهم حاجه. انا محتاج هالة بغض النظر عن كل الظروف. لو ما عرفتش قصتنا هتروح فين مفيش حاجه اعرف احكيها، وانا لو ما حكيتش اموت. كم فرد؟ انا بس. شكلك كده مش جاي تاكل صح؟ باين عليا مش جعان. طيب اشرب حاجة. على فكرة أنا هخلص شفت الساعة 5. أقول لك هرجع بعد شوية. لا أتمشى شوية وبعدين أعدي على المكتبة. اسمح لي يا فندم، ده وضع غريب جدا. هو إيه ده اللي غريب يا أستاذ عمر؟ الحكاية دي يا فندم، اسمح لي اسال سيادتك سؤال. اتفضل. اشكرك. ليه النيابه شغله نفسها باللي اسمه حسن ده وبقضيته؟ افندم؟ واحد مجرم يعني مدمن. اكيد النيابه عندها حاجات اهم من كده تشغل نفسها بيها. عارف سيادتك انه حاول ينتحر في مصحه لعلاج الادمان. ده واضح ان انت بتتابعه من زمان يا استاذ عمر. طب بس سيادتك قول لي ايه مصدر الشبهات في الحكايه دي؟ ليه في اعتقاد انها جريمه قتل مش حادثه؟ طيب طبعا انت عارف ان مفيش اي الزام علينا ان احنا نشرح لك الموقف او نقول لك معلومات ممكن تضر بسر التحقيق. مفهوم مفهوم طبعا يا فندم. احنا في الاول فعلا كنا معتبرينها قضيه قتل خطا،
بس لما فحصنا الجثة طلع لنا شواهد تانية بتأكد إن الموضوع أكبر من كده بكتير. شواهد؟ شواهد زي إيه يا فندم؟ حسن كان على رقبته آثار خنق، ووشه وصدره عليهم جروح، وده بيقول إن كان في خناقة أو مقاومة أدت لقتله. كده بالنسبة لك الموضوع مقنع إن إحنا نكمل تحقيق؟ كنت فاكرة اني هتعب كتير عشان اشوفك. انا مش متعب. بالعكس. لا. الرمادي لونك صح؟ طول عمري بنكر ان عندي لون مفضل. شبهك قوي. الرمادي؟ انا؟ عادي، انا كمان بحب الرمادي، يعني دي مش شتيمة. لما شفتك في السنتر كنت بفكر اني اشوفك، مش تفكير تفكير، كنت متأكد. ليه؟ مش عارف، بس هو حصل. وبعد ما حصل كنت عايز تشوفني ليه؟ سؤال حلو، انا مفكرتش فيه. يمكن عشان الرواية اللي بكتبها. عشان الرواية؟ بس كده؟ الرواية أصلها في الغردقة. لا خلاص، طالما في الغردقة سيبك من الكتب دي كلها واسألني أنا، أنا هساعدك. حلو. دلوقتي؟ لا دلوقتي، أنا راجعة الشغل. بعد الشغل. وإيه بعد الشغل؟ لازم أروح أشوف حماتي. يبقى بكرة نتقابل وتفرجيني على الغردقة بعيونك. لا بكرة برضو هيبقى صعب، بعد الشغل في اجتماع لأصحاب المحلات في المنطقة، وسيف رايح وأنا رايحة معاه. إيه موضوع الاجتماع؟ في خطة لتطوير المارينا، وناس مقسومة نصين، ناس موافقة على الخطة وناس مش حابة وحاسة إنها هتهدد أكل عيشها. وأنتوا السنتر بتاعكوا يتأثر يتشال؟ يا رب يا رب يتشال. بتروح فين؟ في أي داهية، المهم بعيد عن هنا. الدرجة دي بتحب الغردقة؟ بموت فيها. أنا ممكن أحضر الاجتماع؟ أعتقد تقدر، عشان أنا سمعت سيف امبارح بيقول إنه عايز يجيب صحفيين وبتاع. بس أنا مش صحفي. ما لو سألوك قول إن أنت صحفي، مفيش حد هيدور وراك عادي. مفيش خطورة يعني. لو مش حابب تيجي ما تجيش. سلام يا سلام، ايه الروقان ده؟ ده شكل شغلانة امبارح كانت عينك. وكان في شوية مشاكل بس الصراحة فلوسهم حلوين. أنا عملت لك سندويتشات. طب ممكن تحطهم لي في أي حاجة بس لحد ما أخلص لبس هاخدهم معايا السنتر. ماشي. هخش أكمل لبس. لا عايز أحط لك السندويتشات في كيس. ماشي مش مشكلة. طيب مش عاوزة تنزلي معايا؟ لا لسه، شفتي مش دلوقتي. طب ما تيجي نعمل أي حاجة عشان خاطري. يلا.
يعني منزلني بدري عشان تجيبني الشغل. هم خمسة على طول وهنقلب بشنطاتهم. سيف المدام بتسأل على ترينيز وعايزين يحجزوا كرسي البيجنرز، انا هطلع اشوف سمعة. تعالى بقى. صباح الخير. صباح الخير. طيب انا لازم امشي. طب ما تخليكي قاعده شويه. لا رحاب عايزين نروح بدري النهارده فلازم امشي دلوقتي. خلصوا كلمني. ها باي. تحت امركم. مدام هلا، تفتكري حسن كان معزوم على الفرح ولا قرر انه يروح من نفسه؟ معرفش، اكيد طبعا ده فرح اخوه. مفهوم طبعا اخوه كل حاجه، بس حسن كان على علاقه بالعروسه قبل ما تعرف سيف. تفتكر انه من المنطق انه يحضر الفرح في وضع زي ده؟ والله الموضوع ده يخص سيف وحسن، انا معرفش عنه اي حاجه، واعتقد اكتر حد ممكن يفيدك ويرد على السؤال ده هو سيف مش انا. بس كل اللي انا اقدر اقوله انه مستحيل كان سيف هيكمل في الجوازه دي اذا كان حاسس ان الموضوع ممكن ياثر على علاقته باخوه. سيف عمره ما بدا حاجه على اخواته ومامته عمره. عموما هو عزمك، وما دام قدر يحافظ على علاقته بطليقته بعد اللي حصل ما بينكم، فمنطقي طبعا انه يعزم اخوه، مش كده برضه ولا